اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أغسطس عام 2021 تم وصول الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي لمحافظة الجيزة وقدرها 3 طن، وبذلك يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أواف الجيزة 28 طن. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 8 محملة بأربعة طن الثلاثاء 17/8/2021، كل المجموع 30 طن لحمة. تصل بفضل الله تبارك وتعالى عدد دفعتين أسبوعيا من لحوم صكوك الأضاحي من 3 طن إلى 4 طن أسبوعيا بمحافظة الدقهلية. اليوم الثلاثاء 17 من شهر أغسطس 2021 وصلت إلينا بالفيوم الدفعة السابعة من لحوم الأضاحي وقدرها 4 أطنان، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى الفيوم من وزارة الأوقاف 26 طن. اليوم الثلاثاء 17/8/2021 تتسلم مديرية الأوقاف بني سويف عدد 4 طن، ويصل إجمالي ما تسلمته مديرية الأوقاف بني سويف من لحوم صكوك الأضاحي 30 طنا